السلام عليكم، مرحبا بكم في بنة البلاد مع الشيف كوثر. كما قلنا في حصص سابقة أن الكسكسي معروف في كل بلاصة، والمناطق تاع الجنوب متميزة بطرق مختلفة تاع الكسكسي. جيتكم اليوم بكسكسي تاع السلك. نقولوا حنايا نبدا على بركة الله المقادير. سلك، ربطة تاع السلك، سنارية، بصل، بطاطا، حمص، طماطم رابية، فلفل حار، طماطم تاع البطة، وثوم، واللفاحات راكم تعودتوا فيها بها معايا. بلا ما ننسى الكسكسي، التحلية تاعنا راهي رفيس صحراوي تاع تمر تاع غرس. نقولو حنايا رفيس تاع الغرس، الغرس راهو منقي وواجد. سميد خشن، زبدة، وشوية عسل باش نلمدو بها. بسم الله نبدأ نمشو الفرن تاعنا. خلوه شوي باش يسخن لنا، نديرو شوي زيت، شوي بصل. هنا الكسكسي تاع السلك راهو يتغلى، ما يجيش بارد على بارد. معظم الاكلات الصحراويه تجي بارد في بارد. نقلي البصل والثوم شوي، نجيبو اللحم، حنا تعودنا ديما نخلو في الاخر المنطقة تاعنا راهي سخونة ونخافو من الحوايج تتلف. نقلوه معاها شوي. بلا ما ننسى راهو الكسكسي تاعنا راهو يفور هنايا، باش نحطوه. البرمة تاعنا راهي غلت. نرجع للاخوات الكسكسي، كل الاخوات راهي تعرف كي الكسكسي كاش يبخوه الخطرة الاولى، دولا شي ملح ونحطوه يفور تفويره الاولى. وهبطناه حنايا ورانا زدنا بخيناه، هذا راهو مفور تفويره، باش نزيدوه تو غير التفويره الثانيه. حطوه يفور. ديما عينيكم راهي على البرمة باش ما تحرق لكم الشعاد. نغطوه ونخلوه. اللحم تاعنا راهو تقلى، مننساش نشعل على الماء سخون. حطو السنارية أو الزرودية، كل منطقة وكاش تقول لها. شوية الطماطم، شوية فلفل حار، هذا مقطع، هذا اللي خلوه يتشال هذا التزيين. شوية طماطم باط، نزود لها شياس غافة تكف، ونحطو السلك تو. ما يخفاش على الجميع ان السلك فيه نسبه كميه كبيره من الماء، لهذا حنا ان شاء الله كي نمرقوه بالكسكسي رانا ما نزودولهاش الماء، خلوه يتقلى وعلى النار ناقصه ياسر. ولا يخفى على الجميع ان السلك فيه الياف وفيه فوائد كبيره للجسم، مساعد على الهضم. Thank you.
لا ما ننسى التوابل دائما، شوية فاح أو تابل، هاهما راس الحانوت، شوية كروية، شوية فلفل أكحل، والملح. ماذا بها الأخرى الأخوات ما تكونش يديها فاضلة شوية في الملح، بشوي بشوي نقصوا عليه النار شوي شوي وخلوه يذبل السلك حتى يخرج الماء نتاع كل على نار هادي. الكسكسي تاعنا راه يفور، المرقة تاعنا راهي تتقلع، نبدو على بركة الله الحلو تاعنا هذا. نقص عليها النار نبدلوها، خلوها طيب غرض، نرجع هنا للتحلية تاعنا وهو الرفيس. الرفيس معروف في الجنوب ياسر، التمر، التمر كل الناس راهي تعرفه منين جاي، جاي من النخلة، هذا راهو منقي ومفصص، نحطوه هنايا على بركة الله، نحطو المقلة فوق النار. نحمصوا عليها السميد، ماذا بها الكمية تكون قد التمر قد السميد. نحمصوا، ماذا بها الأخوات تتعود أولادها عن التمر، التمر وفيه فوائد كبيرة، يهربوا على الحلويات الخارجية والشيبس والقاطو والحلوى، يعودوهم على التمر. الكسكسي تاعنا راهو يفور، المرقة تاعنا راهي تتقلى، ديما نحركوه السميد باش يطيب حبة على حبة كلها كيف كيف. لازم نطيبوه مليح مليح، نوصلوا الحركة حتى تتبدل اللون تاعه، يعود قهوي أو ذهبي كالرمال الذهبية. أو بدا يطيب، نحطو التمر، نحطو طرف تاع زبدة، باش يذوب معاه، طفي على النار، ونفرغوه. لازم نحطوا الزبده هنايا تاعها فوق من التمر، ونحطوا عليها السميد حامي باش منها يذوب التمر ويذوب الزبده في نفس الوقت. نديروا بالكيفيه هذه، مالكش مازال سخو ما نقش نحربوه، ومن بعد نعجنوه.
الرفيس باش ما تغشاش عليه الامهات تاعنا في الصحراء، هذا لازم يتعجن باليدين كيفيه ساعتين ولا مازال سخون ما تنطقاش في يديا، ومن بعد ان شاء الله نعجنوه كما يحب الخاطر. الناس حق زبده تزيدي له، ومن بعد لمدوه بشي عسل. الاخت اللي عندها مكسرات ولا عندها جلجلان ولا كل واحد اختياري واش يحب يزيد له يزيد له، بصح هذا تاعنا حنايا التقليدي راهو كيما هكا. ما تنسوش البرمه تاعكم راهي تتقلى، الكسكسي راهو يفور. الاخوات اللي تبعونا اليوم في التوره وهنايا راهو كسكسي تاع سلك، التحقوا بينا. وناس بكري بكري يدروه بالدهان، سبق في الكيفيات اللي فاتت وريت لكم الدهان. وحنا الامهات تخدمه وتحطه في بيدون ولا في حفاضه ولا في اي شيء باش ما يتعرضش للهواء وما يتاكسدش، وان يجوع الاولاد ولا يلعبوا يعطوهم كعبه تاع تمر كيما هكا تاع رفيس ياكلوها يتقنعوا بها يشربوا معاها شويه ماء، هو غذاء كامل ما احسنش من التمر.
جميع ان شاء الله. الى اللقاء.